رايح فين؟ دي كده هتموت. حسن شريف بكرة بعد صلاة الظهر. أنا مش هدفن شريف قبل ما أدفن اللي عمل كده الأول. ما ينفعش يا زين، لو ما كانش عشان خاطر شريف حتة واتقطعت من لحمنا كلنا يبقى عشان كانوا عايزين يخلصوا منك ومن أنا كمان. وأنا بقى عاوز أخد حقي، أنا لازم أعرف اللي عمل كده دلوقتي. ما ينفعش يطلع عليه النهار. دفنة شريف بكرة بعد صلاة الظهر، وشهادة الوفاة هتطلع سكتة قلبية تنبهه على كل اللي كانوا موجودين. احنا ما عندناش حد اتقتل. ما فيش غير هاشم الدهب يا زين. ليه هاشم الدهب؟ ليه مش حد من التجار التانيين؟ ليه ده هاشم الدهب منسيش حتى لو عمل نفسه ناسي طول السنين دي. ما هو لو هاشم كان عايز يعمل حاجة كان عملها من زمان. ايه اللي جد؟ اللي جد القعدة يا زكريا، القعدة اللي أبوك أكبرهم فيها إنهم ما يشتغلوش في السلاح التقيل. تحب أخد حد من الرجالة وأروح أخلص عليه؟ أنا هاجي معاك يا عمي، بس قبل ما نتحرك لازم نفكر. ليه برضو هاشم؟ ليه مش حد من التجار اللي كانوا قاعدين نفس القعدة؟ جلال، سيف، أو متولي، أو الأربعة مع بعض. أنا عاوزكم تدوروا ورا خط سيرهم، شوفوا مين فيهم اللي سافر ومين اللي لسه هيسافر. عايزك يا سليم تعرف لي أصل الواد اللي ضرب شريف. عايز أعرف مين اللي وراه قبل الشمس ما تغيب. زكريا بيه، هاشم بيت دهب بره. البقاء لله يا زين. وانت جاي تشمت ولا ايه يا هاشم؟ لا، بس انا عارف ان انا اول واحد هتفكروا فيه، فجيت ابرأ نفسي. اسمعوا، انا مش فاهم انتم مكبرين الموضوع كده ليه؟ زين مش ربنا يعني، لا مؤاخذة، عاجبكم اللي هو عامله فينا؟ ده انا مش عارف ابيع حتة سلاح محترمة وبعد كل ده بيعاملنا وبيتحكم فينا زي ما نكون صبيان. بس احنا كنا متفقين في الاول والعقد شريعة المتعاقدين. الناس كلها عمالة تشتغل وتشتري وتبيع، تهريب وانفاق، وعشان ايه ده كله؟ عشان احنا بينا اتفاق واحنا مش عيال، او على الاقل انا مش عيل. جاي معايا يا سيف؟ جاي معاك طبعا يا هاشم باشا. طب وانت ما وافقتش ليه يا هاشم؟ دي طايبة واقعة في حجرك. انا ما بحبش الغباوة ولا احب الغدر. واللي انت عامله في متولي لسه حالا دلوقتي مش غدر؟ هما اصلهم لعبوها غلط، وانا ما احبش اتاخد في الرجلين واشيل مشاريب انا ما شربتهاش. انا لو عايز اعمل حاجه اعملها لوحدي ومش هخاف. انا بس جيت اعمل الواجب، جيت عشان احللكوا لغز كنت هتاخد وقت طويل على ما توصلوا له. وانا عارف ان زين مستعجل ياخد عز اخوه. انتوا مش محتاجين اقول لكم ان في خاين في وسطيكم، بس انا ما اعرفش هو مين. بالاذن يا زين. العزا بالليل.
زكريا تعال. ايش معنى زكريا يعني؟ هنعمل ايه يا حاج؟ هناخد عز عمك النهارده. يبقى مين بقى اللي عمل فينا كده؟ متولي وجلال. جلال سافر بس اهله هنديهم له لما يرجع لنا بالسلامه. ومتولي؟ متولي حابس نفسه في بيتهم ومزود الرجاله والسلاح عشان يحموه. انا طار عمي ما يكفنيش فيه الف روح، هنطربع البيت فوق متولي واللي بيحموه. هو ده الكلام راجل يا زكريا. طب اهدى اهدى يا زكريا واقعد. اهدى ازاي بس؟ اهدى ازاي يا حاج؟ اهدى يا زكريا اهدى واسمع كويس اللي ابوك هيقولك عليه. انت اللي قلت لنا ان الطار لازم ناخده بايدينا وان الطار ما بيباتش. قلتلك اه بس ما علمتكش. انت دلوقتي دماغك سخنة، وطول ما دماغك سخنة هيصطادوك وانت رايح. عمك سليم حط خطة، هيقعد معاك ويقولك. اهم حاجة عمي ينام في تربته مستريح النهاردة. الطار ما بيريحش اللي مات، بيريح اللي عايش. قوم يا ابني روح مع عمك سليم، خد بطار عمك وانا هاخد عزاه. بسم الله الرحمن الرحيم. We'll be right back.
زكريا، لو قربت من هنا انا وهو هنموت.